نريد من نقابة الصحفيين العراقيين ونريد من الجهات المعنية أن تضع يعني الضوء على الصحفيين المبطل. بين الضمانات القانونية والمسؤولية الجزائية تراجع جديد لمؤشرات حماية الصحفيين في العراق، فهل أصبحت الحقوق بمهب الريح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام، وهاي جلستنا الرمضانية. اليوم راح نتناول بها موضوع مهم جدا، حرية الإعلام وحرية التعبير في العراق بين الضمانات القانونية والمسؤولية الجزائية. تحتل حرية الصحافة مكانة هامة في المجتمع المتقدم والمعاصر، لذلك هذا الموضوع لها سمو بين الحريات العامة ضمن مجال حرية الرأي والتعبير. تتميز هذه الحرية بخصوصية متفردة، تعد دولة ديمقراطية راعية لحقوق الإنسان إذا ما كرست استقلالية الصحافة وحريتها. لذلك فقد أقر المشرع العراقي قوانين تكرس حرية الرأي والصحافة، لكن تفتقد إلى التطبيق مع تعاقب الحكومات. حلقتنا لهذا اليوم راح نناقش هذا الموضوع بكل أبعاده، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. يعد العراق أكثر بلدان العالم خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث تم قتل الكثير منهم واعتقال آخرون. وكان الفراغ السياسي في البلاد في أعقاب دخول القوات الأمريكية وانتشار وباء الجماعات التكفيرية المسلحة، أثر في ازدياد الانتهاكات اللي يتعرض إلى الصحفيين، واللي ما نجح أحد أو مؤسسة دولية أو جهة رسمية بإيقافها أو تحجيم أخطارها المستمرة. تشير الأرقام المتداولة إلى أن الحرب الأمريكية على العراق كانت هي الأكثر خطورة وقتلا بالنسبة للصحفيين منذ حرب فيتنام، وما تزال ماكينة القتل والخطف تطال الصحفيين والإعلاميين في العراق ضمن مواجهة التقتيل والإرهاب اللي تطال المدنيين العراقيين، وما تراعي أدنى اعتبار للمواثيق الدولية أو الشرائع السماوية، ودون اعتبار للمهمة الخطيرة للصحفيين في نقل الحقائق كما يحدث على المسرح المعاصر لبلاد الرافدين، لا سيما وأن ذلك يشكل احتراما لحق رئيسي من حقوق الإنسان، الحق في الحياة والحق في الحرية والتنقل والعمل والحق في الاتصال والإعلام ونقل الحقائق والمعلومات إلى الرأي العام. وهذا الحق وارتباط الصميم والجوهري بالحق في الوصول للمعلومات ونشرها واعتمادها الأساسي يجعل من المستحيل التمتع بالحق بحرية الرأي والتعبير وممارسته بكل حرية دون أن يكون هناك تداول وتبادل للمعلومات، بحيث يتمكن المواطنون من الحصول على مختلف المعلومات اللي يريدوها والمتعلقة بقضية معينة من مصادرها المختلفة وبلورة الآراء الخاصة بهم والتعبير عنها، لا سيما إذا تعلق هذا الحق بمصير حياتهم وهندسة مستقبلهم كما يحدث في العراق. وهنا السؤال، هل هناك قوانين شرعت أو تشرع لضمان حقوق الصحفيين في وظيفتهم؟ هذا السؤال نريد من المعنيين الإجابة عليه بكل صراحة وبلا رتوش. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهاي الجلسة الرمضانية اللي تختص على مواضيعنا احنا، حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإعلام في العراق. باسمكم ارحب بضيوفي الأكارم، الدكتورة سهام الشجيري رئيس قسم الصحافة في جامعة بغداد، حياكم الله دكتورة ضيفة كريمة. شكرا جزيلا حضرتك. وكذلك ارحب بالأستاذ هادي جل مرعي رئيس المرصد مرصد الحريات الصحفية، حياك الله أستاذ هادي. حياك الله أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. الزميل والصديق الحبيب الأستاذ حميد الفهداوي مراسل التلفزيون، حياك الله. الله يحفظك أستاذ أحمد، حياك الله. وأيضا بانتظار الأستاذ عدنان العربي المتحدث باسم الاتحاد الإذاعة والتلفزيونات العراقية إن شاء الله على وصول. قبل أن نبدأ جلستنا الرمضانية ونبارك لكم
رمضان المبارك وافطارا شهيا ان شاء الله. نحب مشاهدينا احب ان نطرح عليكم استطلاع للراي في هذا الموضوع، يا ريت تصوتون عبر الدخول على مواقع تواصلنا الاجتماعي ومواقعنا الرسميه. وقبل ختام الحلقه راح نعلن هذه النتائج بنسبها المئويه. نسال اليوم، هل تعتقد ان مستقبل الصحافه في العراق بخطر بسبب غياب التشريعات الحاميه لعمل الصحفيين؟ هذا السؤال راح يرافقنا ويكون ضمن محاور حديثنا، ولكن رايكم شاركون بالتصويت. نبدأ محاور حديثنا والبداية مع الدكتورة سهام الشجيري. دكتورة سهام، لما نتحدث عن السلبيات والإيجابيات، حضرتك خير من توجزين لنا بعد 2003 كيف أصبح الإعلام بإيجابيات، حتى لا نغبن حق الذين ضحوا بدمائهم وعصارة أفكارهم أعطوها لطلابهم وعملوا في المجالات المتعددة للصحافة والإعلام، بالتالي من خلال هذه الإيجابيات نستطيع أن نستشف السلبيات. إن شاء الله. شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا سهام بالكسرة وليس سهام، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصالي. وسهام يعني مرض، فخليها على سهام مثل هشام وهشام. عموما قضية الإعلام بصراحة بعد 2003 كان هناك جدل كبير بشأن المنتمين إلى الإعلام أو الذين يعملون في الإعلام، لأن ثلاثة أرباع إذا مو كل أغلبهم هم غير صحفيين ولا يفقهون في القضايا الصحفية. الإعلام بشكل عام والصحف بشكل خاص بها آلية وبها معايير بالاشتغال بالتحدي بكتابة الخبر وبكتابة التقرير وبكتابة التحقيق الصحفي، بها قيم ومعايير بالأسئلة. لربما فقط احنا عندنا اللي هم اختصاصهم، احنا إعلام اختصاصهم لغة عربية، ممكن أجادوا في هذا الجانب، ليس لأن صديقنا أستاذ هادي هو لغة عربية، ولكن اللغة العربية طمنت المجتمع، بل طمنت اللي ينتمي إلى الإعلام بأنها لربما تكون فاعلة في بعضها. لكن هذا الهوس في أن الجميع حتى كبار السن يطلع يقول أنا صحفي، يقول أنا صحفي ورحت درست، وما أعرف طريقة التدريس أيضا هذه كيف كانت على ناس هم مو علاقتهم بالإعلام فاعلة. احنا احد المعايير دكتورة اللي يقاس عمر الصحفي او الإعلامي، لربما الإعلامي بعدد ساعات الظهور الإعلامي والصحفي بعدد الأعمدة والمقالات. انا لا اشكل على عمره، يعني حتى لربما مو صار 40 سنة بالصحافة وبالتالي انا نتاج ما عندي واعتبر صحفي. لا انا لا اشكل على انه هو يكون كبير بالسن، لكن هو يكون كبير في العطاء، في الاختيار، في الدقة في كتابة الخبر الصحفي، في طرح الخبر الصحفي، في طرح الآليات المتعلقة بكل الفنون الصحفية. كلها أخطاء كارثية. يعني يتحدث حتى احنا عندنا الآن موديل كل المؤسسات الإعلامية تستقطب وتضيف أو تستضيف أساتذة يتحدثون عن قضية معينة، يتحدث عن الإعلام بطريقة ليس لها علاقة بالإعلام. حتى الهوية البحثية للإعلام غير اللي ما يتحدث بها ما موجود. يعني أنا أعطيك نسبة، أنا اشتغلت على الإعلاميين الحقيقيين اللي هم إلهم حظوة بالكتابة وليس بالفضائيات. 88 من عندهم أبدا ليس لهم علاقة، أو هذا بحث، ليس لهم علاقة بالإعلام نهائيا، وليس لهم أسس يستندون عليها لتطوير مهارات الإعلاميين، وليس لديهم مقدرة في أن يجعلون المتلقي اللي هو المجتمع أو اللي ممكن أن يراقب أو يرى المؤسسات الإعلامية أن يصدق ما يقول، أو أنه يسعى إلى أن يكون الحرف الإعلامي هو مسؤولية أخلاقية للمجتمع. لا يستطيع أحد أنه يقصف كثير من الأشياء بنفسه. كان الحرف، يعني حتى مو المقالة، كان الحرف مسؤولية إعلامية. مسؤولية إعلامية الحرف. بهذا إحنا نعاقب عليه إذا كان الحرف خطأ. نعم. وأعتقد يسندني أستاذ هادي لأنه لغة عربية. نعم. إحنا اشتغلنا على اللغة العربية بالإعلام أكثر حتى نستطيع أن نخلي الهمزة. الآن الفضاء مفتوح،
أمام الجميع، وبالتالي أيهما يقف أمام الشاشة يجد نفسه إعلامي بما. طيب الحرف مسؤولية أستاذ هادي، بعد أن جدت أحب حضرتك وعلى توصيف الدكتورة الشجيري، الفضاء أصبح مفتوح، بالتالي هنالك من يعرفون بصحفي وإعلامي الطشة، وهنالك من يمتلك القلم والكلمة الجريئة وباستقصاء معين ويوصل حقائق إلى الجمهور بلغة الأرقام. حجم الانتهاكات اللي طالت هذول اللي نطلق عليهم الصحفيين الحقيقيين والإعلاميين الحقيقيين والاستقصائيين الفاعلين. يعني هذا السؤال يعني هو جيد، لكن الفكرة الأعمق والأخطر ليس بعدد فقط الذين تعرضوا للانتهاكات، باعتبار أن هذه قضية يومية يعاني منها العراق، أن هنالك انتهاكات تطال الجميع. هو الشعب العراقي شعب منتهك، يعني ملغى جانبا لا قيمة له في نظر السياسيين، وبالتالي كيف حال الصحفيين الذين هم فئة اجتماعية يعملون ويؤدون واجبات ومهارات وفقا لقواعد عمل صحفي معينة، ولكنهم في النهاية يستخدمون كأدوات لوسائل إعلام حزبية وسياسية وتجار ورجال أعمال وكل من لديه القدرة على أن يوظف أمواله أو لديه استراتيجية أو رؤية أو أيديولوجية. وصار الإعلاميون أجراء كما هم فئات المجتمع الأخرى، يعني لكن المشكلة في الإعلام انه ممكن احنا الاعلاميون، يعني انت رئيس مرصد حريات اعلام وصحافه اشتباك يعني في التسميه، غلط ضمن ما يعبر عن عادل امام ابيع نفسي بعت نفسك الى جهه معينه. لا ليس ليس هذه الفكره. الجميع لحظه، اذا كانت استاذ احمد اذا كانت الحقيقه هكذا، فانه الجميع باع نفسي باعتبار ماذا؟ باعتبار ان الصحافه هي حرفه، هي ليست حرفه، هي ليست قداسه، هي ليست نبوه، هي ليست وصايه، هي ليست امامه، لكنها مسؤوليه اخلاقيه. المسؤوليه الاخلاقيه في المجتمعات المبعثره تعود لا قيمه لها. المجتمع العراقي الان والعراق في الفتره الحاليه اصبحت القيم الاخلاقيه والقيم الاعتباريه يعني غير ليست المقدمه. القيم الاخلاقيه المجتمعيه بعد اذنك استاذ، ليس القيم الاجتماعيه بشكل عام، انا اقصد القيم الاخلاقيه المتعلقه والمرتبطه بالاعلام. الاعلام العراقي هو جزء من حاله المجتمع العراقي، يعني حتى في زمن تم توظيف سياسي للموضوع في زمن ديكتاتوريه. استاذ هادي ودكتوره واستاذ حميد، كان هنالك إعلاميين وصحفيين يشفرون المعلومة وبأسلوب الحسجة، وإن كانوا يعملون بين المعلن وبين الإعلام. فرق من 2003، أكو معلن إعلاني وأكو إعلامي، وهي بالنتيجة أنه هذه الأنماط الاتصالية لربما ذهبت كلها حسب توصيف أستاذ هادي كلها لخدمة جهة معينة. استخدام أستاذ أحمد لنكون واضحين، المشكلة لدينا حتى عندما نتحدث نبحث عن التهدئة، أن لا نذهب إلى النقاط الحمراء، أن لا ندوس على لغم لكي لا ينفجر تحت أقدامنا. هذه هي الفكرة الآن، الفكرة الحقيقية اللي يعيشها العراق الآن هو أنه هنالك بعثرة، أنه هذا بلد مبعثر الآن للأسف الشديد. القيم الأخلاقية والقيم التربوية، القيم التعليمية، قيم المجتمع الآن كلها على المحك، كلها انتهاكات. من حصلت الإعلام؟ تحصل من الجميع. ليش؟ لأنه العراق مو بلد مستقر سياسيا. يعني أنت النظام السياسي عندك في العراق مو نظام واضح، انت ما عندك نظام سياسي واضح، انت عندك سلطه حكومه تلفت يمين ويسرى حتى ترضى هذا الحزب وذاك المسؤول وهذا الزعيم، يعني اي مسؤول في الدوله العراقيه هو الاعلامي نفسه. انت عندك شبكه الاعلام العراقي، ممكن يطلع خبر معين، الوزير الفلاني يتصل والنائب الفلاني يتصل والزعيم الفلاني يتصل، ليش حكت اليوم وايش طلع اليوم بالعراقيه، والعراقيه تصير مثل ابو القبين، يعني بس تقمز وما اشرح الاجان مثل ابو القبين شنو بالمجتمع العراقي. احنا في الاعلام العراقي اصبحنا غير قادرين على توظيف الاعلام من اجل خدمه المجتمع. الاعلام العراقي منذ 2003 وحتى اللحظه لم يوظف لخدمه الدوله، الدوله بمعنى الدوله، الدوله الحقيقيه، المؤسسات، المواطن، الانسان، الاعتبارات القيميه والاخلاقيه. اما تقول لي الاعلام خدم الحكومه وخدم الاحزاب وخدم الطوائف وخدم القوميات وخدم التجار وخدم رجال دين وخدم شيوخ عشائر وخدم اصحاب نفوذ، اي اقول لك نعم. احنا ممكن الان اذا تحكي على هذا التوصيف موضوع الاعلام، العراقيين صاروا ثلاث ارباعهم اعلامي، ياهل يجي يصير اعلامي. حتى بنات الليل هسه ممكن يسوون جمعيه يسموها جمعيه صحفيات بنات الليل، ليش؟ لانه كل واحد بامكانه ان يطلع، تطلع وحده يعني خلي رجل على رجل ورجليها طالعه وكاشفه عن صدرها ومخليها مكياج وتحكي لك عن قيم، يعني عن سوالف مو اخلاقيه، وتقول لك اني اعلاميه بالمناسبه، تراني اعلاميه وفزت بالمهرجان الفلاني. اعلاميه ما تعرف تكتب اسمها. نقاب الصحفيين مثلا؟ لا لا لا، نقاب الصحفيين لا لا، الموضوع مو نقاب الصحفيين. مثل ايضا نقاب جزئيه معينه. نقابه الصحفيين، نقابه الصحفيين موضوع اخر، احنا ليش موضوع اخر؟ مو احنا يا اما تتكلم لنا بصراحه وتمشي بصراحه. يلا وياك، شنو السؤال؟ خصوصا يعني لما تجيك وحده بهذه المواصفات تقول لك عندي نقابه الصحفيين.
تجيك واحد يقول لك عندنا نقابة فنانين بدليل أنه نقابة الفنانين أصدرت بيانا. أستاذ كم واحد بالقضاء يحكم بالإعدام هو بريء؟ هل أتهم القضاء أم أتهم الذين أجبروا على الاعتراف يم الضابط؟ القاضي القاضي يبني على أوراق. أستاذ أحمد فلو أروح لك، أنت تشتغل بقناة فضائية، إذا باكر حضرتك مدير القناة الفضائية وحاشاك سوى هذا الموضوع، لكن كمثال وأنت تعرفه، أني الشايتي أنطي كتاب تأييد وأنطي مستندات مالته وأقولهم يا هذا محرر يشتغل عندي، وبالمولدة أقولهم هذا محرر، والسايق مع احترام شديد لهم هذا شغلهم، بس المعنى يعني تجي السيطرة تقول له طلع لي هويتك الصحفية، يقول لك أنا أجيب لك قونية مال هويات، مو موضوع النقابة، لا الكل يعطي هويات. أنت تعرف إنه الهوية تباع 100,000 دينار بالعراق مال الصحافة ولا لا؟ أنا نوبات يوصل عندي الحد أقولهم اللي طلع لي هوية مال الصحافة نزله حطه بالسجن، أعتبره منتحر صفة. أستاذ حميد جد ترحب حضرتك، سلام مقبول إن شاء الله. نتحدث إحنا عن بغداد وأيضا عندنا محافظات أخرى، لربما القيم الاعتبارية للصحفي والإعلامي اللي ينزل إلى الميدان يواجه كثير من العقبات والمشكلات، هذه العقبات تشخصها لطبيعة الوسيلة الإعلامية، أكوباج للقناة الفلانية يقرأ ويكتب وكوباج ما يقرأ ويكتب، نفس يعني حب الاستقصاء لدى الصحفي أو الإعلامي هو من يعرض إلى إشكالات مع الجهات الأخرى. لك استاذ احمد واستاذ هادي والدكتوره سهام الله يحفظكم. احنا انا احكي لك كمحافظتي اليوم، محافظه الانبار تمثل ثلث العراق، انا القاطع مالي يبدي ضمن مؤسستي اللي اشتغل بيها من الحدود السوريه الاردنيه السعوديه وصولا الى حدود بغداد، هي سيطره الصقور. أواجه الكثير من الصعوبات من خلال تنقل بين السيطرات، وسيطرة عن سيطرة تختلف، جهة عن جهة تختلف، ربما حكومة عن حكومة تختلف، باعتقاد الحكومات إن كانت محلية أم كانت مركزية، باعتقادها اليوم عمل الصحفي هو استهداف للحكومة واستهداف للفاصل الأمني، لكن يعني عكس ذلك يعني أحكي لك أنا كموضوع أستاذ هادم تابع موضوعي أول ما دخلت للاعتقال. نعم. تبنيت قضية عوائل ربما الحكومة المحلية باشتراك مع السلطات الأمنية حاول إخراجهم من المنطقة يعني من وسط الرمادي، يعني تبنيت قضيتهم يعني قبل رمضان اللي فات بعشرة أيام، تبنيت قضيتهم ما خليت هاي العوائل تطلع، وصلت صوتهم، تمكنت من التواصل مع الجهات الأعلى في المحافظة انه بقيت هاي العوائل، صار تاتش بيني وبين القوات الأمنية، لكن التاتش اللي صار أنا على حقبي، يعني ما يعني دائما احنا من نطلع بالشارع معرضين، احكي لك اياها بصورة عامة، معرضين للتهديد، معرضين للاعتقال، كل يعني كل هاي معرضين لها حتى في كل المحافظات، عفوا يعني حتى في بغداد اكو هذا التعرض، يعني مو شرط ان نكون بمحافظه. اي لا انا هسه يعني حكينا عن الانبار وبعدها نبدي ببغداد ونبدي باقي كثير من الاخوان الزملاء بالمحافظات يتواصلون وياي نفس المشاكل اللي يمرون بيها. يعني تبنينا هاي القضية، الجهة الأمنية والجهة الحكومية فكرت إنه إحنا ضدهم دا نشتغل، إحنا ضد المحافظة، ما يعرف إنه الإعلام ربما المسؤول ما يعني ما ينتبه للقضية بسيطة، ينتبه من خلال الإعلام، لكن دائما حاشية المسؤول هي تولد المشاكل وتخلق مشكلة بين الصحفي وبين المسؤول. الخوف من قبل المسؤول من الإعلاميين اللي يحمل لوجو ويحمل كاميرا. الخوف صار ما بعد 2006، صار خوف من قبل المسؤولين للإعلام، يفكر انه أساني كحميد مجيد إعلامي ما عندي شيء، ما صرت إعلاني، ويعني على كلام أستاذ هادي أكو إعلامي وأكو إعلاني، أنا ما صرت إعلاني، أنا صرت إعلامي أنقل الرأي والرأي الآخر، أنقل وجهة نظر المواطن للمسؤول، ما صرت اعلاني او رحت الجهه او رحت الحزب تحزبت وياه وصرت. بس ما نقدر نزود على وطنيتكم، لكنه شفنا كل زملائنا المراسلين اللي استشهدوا الله يرحمهم واللي اصيبوا واللي الله كتب سلامتهم، لكنه ما حد يزود على وطنيتهم لما يركض قبل العسكري، وللاسف لحد الان ما اخذوا حقوقهم كامله، بالتالي انه ماكو مزايده على يعني حساب الوطنيه في هذا المجال.
لما تنقل معاناة مواطن هل تتعرض إلى الانتقاد أو الاعتقال أو المقاضاة من جهات حكومية؟ طيب أنت خوفك من الجهات الحكومية أو من الجهات الأخرى اللي لربما في ضمن الاستقصاء تتعرض لتجار مخدرات، تتعرض لحالات سلبية؟ تعرضنا كثير من التهديدات أستاذ أحمد من قبل الإرهابيين، من قبل تجار المخدرات وأيضا المزورين. دخلت المكان أمني، صورت تجار مخدرات وأيضا مزورين تلعبوا بمعاملات المصابين والشهداء. أنا يعني احنا عندنا تشكيلة مع الصحفيين، احنا بمحافظتنا نشتغل، ما نخاف، لا نخاف من مسؤول ولا نخاف من أي شخص كان. يعني احنا نحتمي بمؤسستنا ونحتمي بعملنا. والبركة بيكم أستاذ هادي، متابع ويانا من أول يوم اللي صرنا بالمشاكل اللي واجهناها. عرضت هذا التقرير مع هذا الشخص الخارج عن القانون، الشخص المزور. بعدها بثلاث أيام شفته بالشارع هددني، أنا مشتغل تقرير هو داخل السجن. بعدها مش كم يوم، يعني ثلاث أيام أربعة أيام، أنا شفته بالشارع هددني. هذه إشكالات، يعني إشكالات يعني وعقيمة جدا. الأمنية والقضائية أن تقف على هذه الإشكالات بواجه الإعلامي. بلغة الأرقام مشاهدي الأحبة وضيوفنا الكرام، نقف على ما عده لنا الزملاء في غرفة الحصاد، ويقدم لنا الزميل عباس رشيد، ومن ثم نرجع نكمل جلستنا. تعددت وجهات النظر التي ترتبط بحرية الصحافة في العراق، تبعا لتوجهات المؤسسات أو مالكيها أو لربما لمصالح حزبية. فمن هنا تعتبر حرية الصحافة في مثل هكذا بلد عملية معقدة، نظرا لتعدد الأهداف التي تحاول هذه الجهات الوصول إليها. بالوقت الذي يكفل الدستور العراقي حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، بما في ذلك حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، بما لا يخل بالنظام العام والآداب وفق المادة 38 من الدستور العراقي. لكن نشهد هناك تناقض بعدم تأمين حرية الصحفي في العراق، فنشهد هناك اعتقالات واستهدافات وتهديدات تطال الصحفيين بمجرد التعبير عن حرية الرأي أو تصدير رأي مخالف لجهة معينة. فكثير من الإعلاميين لحقتهم أيادي الغدر والقتل، ويرى مراقبون للصحافة العراقية إن حرية الرأي في العاصمة أفضل من باقي المحافظات على مستوى البلاد. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهاي الجلسة الرمضانية، وبالعودة لحضرتك دكتورة سهام. لما يتحدث الأخ حميد عن معاناتهم، طيب يعني بصراحة كأكاديمية تتحملون هاي المسؤولية، يعني من خلال متابعتنا لإجراءاتكم وعملكم في كلية الإعلام، يعني تدخلون هذه التنشئة الإعلامية والروح الاستقصائية لدى طلبة الدراسات الأولية في مشاريع التخرج، وطلعنا في أكثر من مهرجان مشاريع التخرج، مشاريع جريئة جدا، الدخول في مكانات مسكوت عنها، وبالتالي لربما حتى المراسل في الفضائية المعينة هذه أو تلك ما يقدر يدخل هذه، وعلى مستوى طالب يدخل ويعطي فد نتاج كبير، فضلا عن قسم الصحافة، قسم العلاقات العامة لديهم الكثير من هذه التجارب من خلال بحوث التخرج. ليش نشؤهم هاي التنشئة وبالتالي يتعرضون لهيج مساءلات و لا؟ أولا المؤسسة العلمية أستاذ أحمد، المؤسسة العلمية عندها شروط متمسكة بها، تعرف بها الجامعة وتعرف بها الوزارة، فماكو خوف أو خشية من أنه يكتب الطالب. عندنا بحوث التخرج وعندنا بحوث الماجستير والدكتوراه، وحضرتك كنت موجود في الدبلوم. القضية لا تكمن في المؤسسات الإعلام العلمية، المؤسسات العلمية عندها مسار مرتبط بالجامعة وبالوزارة، توافق عليه تحدده ممكن نمشي به وإحنا أقوياء. لكن القضية في المؤسسات الإعلامية اللي هي منتشرة في كل العالم، والأقصى من هذا أن الناس اللي هم إعلاميين هم غير مختصين بالإعلام، يعني واحد مثلا زراعة، واحد إدارة واقتصاد، لا يثقف نفسه باتجاه أن يكون صحفيا فاعلا. شو كلها بطريقة لأقول هوسة،
يعني دائما يبرز نفسه مع اللي موجودين ويسوي شو، لان هاي بها ترند عالي لهم فيسوي شو. حتى اللي الشخصيات اللي مدى تسوي شو يشكل عليها ابو المؤسسه، هاي طلعت بدنا 30 احنا نريد 70 نريد 90، فهذا هذا هو الجو الساخن اللي ما له لا اسس ولا معايير ولا تفاصيل حتى ممكن ان ابني اعلان صحيح يحترم المجتمع. الاعلام ليش دي يشتغل؟ دي يشوف المصريين واحد عمره 70 سنة وبعده دي يقدم ويشتغل وعنده آلية وعنده مصداقية عالية وعنده ايضا اهتمام بالوطن كمصر مثلا، اكو احترام. هل احنا المؤسسات الاعلامية اللي موجودة تحترم البيئة، تحترم المجتمع، تحترم؟ يتحدثون كل شيء واسم الله عليهم أسوأ ما بيهم، هذا أنا أتحمل على مسؤوليتي كله. يعني حتى برمضان الآن كلها قضايا سياسية تبنوها، من منهم تبنى قضايا اجتماعية، تبنى قضايا المدارس، تبنى قضايا العطاء للأكاديمي؟ يعني ليش ما الأكاديمي باقي محصور في النظرية والتطبيقات يتركها بالنسبة للإعلام؟ بالنسبة للإعلام إحنا كل عملي أنا دا أتحدث هنا عن كليتي، كلية الإعلام نشتغل عملي نحفز الطالب، لكن أنت المراكز الخارجية يأخذ ثالث متوسط ما عنده يدخله دورة 4 أيام 5 أيام ويأخذ منه كم دولار ويروح يشتغل بمؤسسة. والله أنا كنت بهاي المؤسسة، وأنت تعرف هاي المراكز مليانة بها الكرادة وغير الكرادة، هاي كارثة. ليش كارثة؟ لأن ينطيل أشياء اللي هي عائمة موجودة، اكتب هي كذا واشتغل على كذا، ما ينطيل المعايير والأسس اللي تبني عليها المصدر، اللي يبني عليها الكتابة، اللي يبني عليها الحرف والكلمة. مسؤولين احنا عن الحرف والكلمة، مسؤولين امام الله وامام المجتمع. عوفك من السياسة والخوف من المنظومة السياسية، لا، انا علي بناء مجتمع. اذا ما ابني مجتمع بالمفردات، يعني اللي يتحدثون بالبرامج بكل المؤسسات، كل المؤسسات الاعلامية اللي موجودة الان، وانا سويت فد مسار كلش كبير، بديت اراقبهم واكتب كل القضايا اللي يتمنوها غير صحيحة ومبالغ بيها، ولا ربما هي صحيحة ولكن المعالجة خطأ. طيب، مو رغم كل هذا التعب والمتابعة وما بعد خارج النطاق الجامعي وهذه المتابعة وهذه الجهود، ويجي شخص وربما صادر هذه الجهود ويقول لك كلية الإعلام ما عندهم غير الهرم المعتدل والهرم المقلوب؟ لا لا لا، أبدا أبدا، لا هرم معتدل. إحنا أصلا نشتغل في المسار اللي هو تطوير مهارات الطلاب. أنا شخصيا صار لي من 2011 من طلعت من الوزارة أنا أشتغل على أنه يكتب عملي، يشتغل خبر ويشتغل مقابلات ويشتغل تحقيقات صحفية ويشتغل فنون أخرى. الآن الخبر، رواية الخبر الآن، أنا رحت إلى مؤسسات عالمية يكتبون الخبر، يسموه رواية الخبر، يروي الخبر وليس فقط أن يكتب خبرا عائما. فأنا أعتقد طلابنا لكن ليس لديهم فرصة من الآخرين. يعني كل هذه المدخلات في شخصية الإعلام يا أستاذ هادي، بالتالي لما يعبر عنها بمخرجات إعلامية وقوالب إعلامية وصحفية، بالتالي من يوفر له الحماية؟ صاحب الحماية لربما اليوم يكون هو من يضيق الخناق عليه. هذه الجزئية شلون يحلها الصحفي؟ يعني هل عايش بين حانه ومانه؟ لا صراحة لا حلول، يعني في الواقع وأنت تعرف ذلك جيدا والجميع يعرف ذلك، لا حلول. بالمناسبة أنا أعلق على كلام حميد، في الأنبار هنالك إرهاب ضد الصحفيين يمارس، هنالك عقوبات وهنالك تهديدات. الأنبار تختلف عن بقية محافظات العراق، بس الأنبار تختلف. أكو يبدو أن الدكتور سام ما تعرف السر، أكو سر وكثير من الإعلاميين يعرفه. الأنبار مختلفة، هنالك سر في الأنبار يعرفه أستاذ حميد، نعم يعرفه صحفي الأنبار. صحفي الأنبار دير بالكم، دير بالكم، صح؟ يعني هذا كلام بس الصحفيين؟ إيه لا لا، شيء يخص الأنبار، يخص الأنبار ويخص الصحفيين على وجه الخصوص. فعلا اكو فعلا سجن، فعلا تروح بيه وما تطلع، لو استدراج. استاذ هادي استدراج، انا استدرجوني في فنجان قهوه، اعرف اعرف استدرجوني، اعرف. ففي القوات الامنيه وين دورها فيه؟ هي القوات الامنيه تستدرجه. والله شوف، هو مو اقول لك العراق تحت اي سقف حمايه. استاذ احمد انتم ما تخلونا نحكي، انا من الناس اللي ما تستضيف قنوات الفضائيات، تعرف ليش؟ لانه الاحزاب والقنوات الفضائيه
قامت تستدرج محللين وكتاب وصحفيين يشغلهم بفلوس ايه يعني يثقف لهم. وهم ما يهمنا لان موجوده نكتب السوشيال ميديا مثل هذا اللي يكتب اوراق وشمال من الجامع ما يهمنا يعني احنا اصواتنا حتى يعني صوتي نوبات احتقم الفضائيات فما يهمنا حتى اطلع فضائيه بس اقول لك يعني خوف الله عليكم هنا قناه الايان يعني شو زينه وياي ما ادري ليش اي لان دائما يستضيفوني زين في حين اكو مشكله في العراق الاعلام مسخر وبنفس الوقت يراد تجميل ما يجري يعني هو وجه قبيح ويجمل بكل الطرق ويبقى قبيحا لانه قبيح. الدولة العراقية حتى اللحظة منشغلة بالصراعات الداخلية صراعات المكاسب وصراعات ليش ما نقول النطيحة والمتردية هم الذين يذهبون باتجاه يكونون صحفيين وإعلاميين ليش فقط هي فقط الدولة راح تجيب كل هذول تقعدهم لا لا لا, 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 لا المسار مسار المجتمع هو الذي يأتي بهؤلاء دكتورة هؤلاء هم الذين يتملقون إلى المؤسسات الإعلامية من أقول دولة مو أقصد المفهوم الساذج للدولة الحكومة يعني هاي اللي تحكمنا أنا أحكي الدولة حتى الشعب حتى المجتمع حتى العشائر مؤسسات الدين الدولة بالمفهوم العام للدولة وليس الحكومة لا لا مو الحكومة الحكومة أصلا ما هي الحكومة ما لها علاقة بهاي السوالف يلا خليه يقصر من هاي الشغلات ترى احنا نريد نطلع يعني اي لا لا تخاف امان كل شيء امان طيب القانون ما راح يوفر حماية للصحفيين لا 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 عنده قانون في نقابة الصحفيين رقم 12 سنة 2010 قانون حقوق الصحفيين بعد أن كان اسمه قانون حماية الصحفيين لا يطبق القانون على الأرض تعرف ليش؟ قوانين أخرى تطالب بها أنه لأن إحنا ما مشكلين دولة متماسكة أستاذ البرلمان شي يمثل البرلمان ما يمثل الشعب العراقي يمثل قوى وأحزاب متنفذة وقوميات وأقليات طائفية وعرقية لا تريد أن أجاوبك حقيقة احنا قاعدين البرلمان واقع يمثل لا نحكي الصدق للجمهور قلت لك البرلمان ما له علاقه بالقانون البرلمان يمثل احزاب واسم الطوائف والقوميات ولا يمثل حقيقه الطوائف والقوميات يعني هسه الشيعه بالبرلمان يدافعون عن الشيعه مش اصلا ما يعرفون ايش يصير بالشيعه ملعوب بهم طوبه لو الاكراد يدافعون عن الاكراد لو السنه يدافعون عن السنه طيب في محافظه الانبار ليش ما يوصل لما رئيس البرلمان من الانبار ليش ما توصل معاناه الاعلاميين في 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 البرلمان وبالتالي هذا السؤال ترك 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 لان سؤالك يخليني هذا سؤالك يخلي السؤال ترك انه فقط الاحزاب الشيعيه لا هذا سؤالك ما يعبر للسطور لكن ممنوع ممنوع لان الانبار سويجت بجدار يعني انت تروح الانبار هسه ما لازم تروح منو انا انت لا تروح الانبار انا بحياتي ما شايف الانبار ولا راح اروح لها انا اصلا ما احب غير بغداد زين مو ما اكره الاخرين لا بس المعنى انه ما اقدر اعيش خارج بغداد اموت طيب. لان باقي المحافظات معذبه ومدمره رحت للناصريه بكيت قلت لهم عمي المفروض تنتحرون انتم مو تتظاهرون على هاي المصيبه الناصريه مسويها مثل المقبره لان مهمله فالموضوع طويل يعني عريض الموضوع هذا مشكلتنا يا استاذ احمد انه احنا الدوله العراقيه قامت بعد مع انه للامانه التاريخيه الدوله العراقيه قامت منذ سنه 20 مو من اجل الشعب العراقي قامت على اساس سلطه الاحتلال البريطاني واتفاق مع عبد الرحمن النقيب وتحييد الشيعه واعطاء الحكم للسنه ثم بعد 2003 اعطاء الحكم للشيعه وتحييد السنه لانهم هم هاي قصه طويله مع رفض الاحتلال والجهاد وغيرها الدوله العراقيه منذ سنه 20 لم تقم على خدمه الشعب وانما قامت من اجل خدمه اجندات خاصه وحتى اللحظه يتم ذلك كل الأنظمة التي جاءت بعد عام 20 هي هكذا ولذلك لن تجد حقا للصحفي ولن تجد حقا للمواطن ولن تجد دولة وهذا صعب جدا لأن النظام السياسي القائم بعد عام 2003 وفقا للدستور ووفقا لمعادلة الصراع ووفقا لمعادلة المنافسة لا يقوم من أجل الشعب النظام السياسي لم يقوم من أجل الشعب أقيم من أجل شعارات سياسية والإتيان بزعامات خاصة تحكم باسم طوائف وقوميات ولكنها لا تحكم باسم الشعب ولا تنفذ شيء للشعب وبالتالي أنا أجاوبك بصراحة أقول لك أنت سألني عن القانون ماكو قانون سألني عن حماية الصحفي ماكو حماية أي صحفي ممكن يعتقل ينقتل تتكسر كاميرته على رأسه طبيعي جدا وهذا ينسحب على بقية المواطنين أيضا لأن احنا شفنا أدوار من القتل والتهميش والتنكيل والتعذيب والتهجير والنزوح وهاي قضايا الطوائف والشيعة والسنة والأكراد والتركمان والمسيح واليزيدين والصابعة احنا قصة احنا ألف ليلة وليلة في العراق ولذلك نأمل في قيام دولة لكن شو وقت قيام دولة يجوز يوم القيامة ويوم القيامة ما بقى للشيء ظهر قبلها قيام دولة عادلة أخرى أستاذ حميد لما نتحدث عن المراسل والإعلامي
اكو حاله من الانتقائيه بالتعامل من قبل الجهات الاخرى، الوزاره معينه تغطي لهم حدث او للقاء تغطي له حدث وفق انتماء الصحفي او الاعلامي لهذه الفضائيه دون تلك، بمعنى انه انا من الفضائيه الفلانيه ينطوني معلومه، وهنا نتحدث عن الشفافيه وحريه الوصول او سهوله الوصول الى المعلومه، من هذه الفضائيه انا ينطوني، بس حميد ما ينطوه هاي المعلومه لانه من فضائيه اخرى. اكو يعني استاذ احمد انه احنا اليوم نشتغل كمؤسسة اعلامية رصينة معروفة، كانت ان كانت الايام ام كانت باقي القنوات الاخرى، اذا تشتغل من صالح هاي المؤسسة او صالح هاي الوزارة ويشوفوك انه انت دا تلمع بيهم دا تجمل بيهم ينطوك المعلومة اللي تريدها انت، وانت تكون صاحب افضل معلومة تطلع من هاي الوزارة لهاي المؤسسة. اذا كنت انت اليوم مثلا مو مع مي هاي الوزارة او مو مع مي هذه الدائرة ما ينطوك المعلومة، من الصعب راح يعني تدخل تاخذ المعلومة. احنا واجهنا كثير من المعوقات في مؤسسات الدولة، ممنوعين من دخولها، ممنوعين من دخول هاي المؤسسة، ندخل بطرق ملتوية. ادخل انا اليوم بدون كاميرا، ما اقول لهم انا صحفي، اللي يعرفني يلزمني، اللي ما يعرفني لا، اقدر اعبر من يمه اشتغل تقرير بالتليفون، اكمل التقرير مالتي واطلع. ليش؟ لانه انا ما لمعت لهاي المؤسسه. المواطن الصحفي او الصحفي المواطن يعني في هيك حاله وارد هذا القالب بالاعلام في وقتنا هذا؟ عندنا يعني كاعلام مؤسسات علميه لا اعتقد يتحدث بهذه الطريقة، لكنه جزء الضرورات تبيح المحظورات يعني، لربما لان المكان يكون شويه مأزوم فهو يشتغل على هذا. دكتورة ليش انه يكون المكان مأزوم؟ لانه احنا مو ما نمشي على هوا هاي المؤسسة او هوا هاي الوزارة، انه احنا نمشي على مؤسستنا على الشيء اللي اقتنع بيه انا، اشوف هاي المادة تصلح انه انا اعرضها، هاي راح تفيد ما تفيد. اكو هواية يعني ليش احنا اليوم صرنا تجمع بعض الدوائر الأمنية بمحافظتنا، انه احنا اليوم هاي المادة ما تفيدنا مثلا مخدرات صار واقع عشنا به، يعني اليوم موضوع المخدرات تعمقنا به، يلزموا لهم واحد اثنين عنده الف الفين، لا لازم مجبور انا اروح اغطي هاي، ما تغطيها تتحارب. اني يعني ما عندي شيء اليوم انا ويا المؤسسة الأمنية، لكن اليوم احنا احكيها بمحافظة الأنبار، من اخذ مادة معينة انا تواصلت قبل يومين ويا رئيس البرلمان الاستاذ محمد الحلبوسي، تواصلت وياه وبعثت له عن طريق نقابة الصحفيين فرع الانبار، بعثت له كتب المخولين الاعلاميين المعروفين اللي ينزلون للشارع الاعلام الميداني، دزيت لك نقابة الصحفيين رفعت كتاب لنا باسمائنا لقيادة الشرطة، قيادة شرطة الانبار ما تقبل تنطينا تخويل. بأي زمن صار اليوم القيادة هي اللي تحرك الصحفي، الأجهزة الأمنية هي اللي تتحكم بعمل الصحفي، أي زمن أستاذ هادي؟ والله أنت فاجئتني تقول عندي رقم الحلبوسي وتتواصل، يعني تواصلت وياه الرجل، يتواصل وياي الرجل، يتواصل وياي أستاذ هادي، أتمنى أحكي رئيس وزراء ويا رئيس برلمان، حياتي ما صايرة. لا لا أنا تواصلت وياه، ليش؟ أنا مجبور أتواصل وياه، لا يعني اقول يعني 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 هم شويه هم زين انا اتواصل اكثر من لا الحمد لله احنا استاذ هادي ما عندنا انقطاع مع رئيس البرلمان او مع المحافظ او مع اي شخصيه كانت، لكن دائما المشاكل تصير لنا بسبب الحاشيه اللي تفضلون بي استاذ حميد استاذ هادي وجناب الدكتور، انه لا من هذا الموضوع انه نستكشف او نستشف انه لا يزال العراق يحتل المراتب المتدنيه وتصنيفات المنظمات المعنيه بحقوق وحريه الصحافه في العالم، وايضا وفق مؤشرات عدت تلك المنظمات الدوليه، هذا الموضوع يجعل الحكومه امام اختبارات صعبه تتضمن حريه الاعلام والتعبير عن الراي. اذا تسمحون نشوف تقرير الزملاء في غرفه الحصاد ومن ثم نكمل الجزء الاخير من جلستنا الرمضانيه. يتذيل العراق التصنيف العالمي لحرية الصحافة بعد تصنيفه في المرتبة 56 بعد 100 من أصل 180 في جدول حقوق الصحفيين. هذه المراتب الأخيرة تأتي بعد حصيلة ثقيلة من الذين قدموا أرواحهم لنشر الحقيقة
فعند السؤال عن مدى الحرية والتي تعد عمود الإبداع في العمل الصحفي كانت الإجابة موحدة، فالأولى غابت وحل محلها الانتهاك والقمع، والجرم هو محاولة الحصول على معلومة للاقتراب من حقيقة ما. الحديث عن الصحافة وعن منظومة الصحافة الحديث عن سلطة، سلطة تضاف إلى السلطات كالسلطة التشريعية والقانونية والرقابية والتنفيذية، وسلطة الإعلام هي السلطة الرابعة، عدت في كل دساتير العالم السلطة الرابعة، وهي السلطة اللي تخرج كل أو الواجهة الحقيقية للبلدان والواجهة الحقيقية للثقافات. أما الدعوات المتكررة لتشريع قانون يكفل حق العمل الصحفي ونشر المعلومة فهو باق في حيز الدعوات كما يقول عنها مهدي، وهو يعمل مراسلا صحفيا، فالسلطة الرابعة في العراق من دون حصانة، ويتعرض العاملون فيها إلى التوقيف ودفع الغرامات المالية بدعوى التشهير أو التضليل في مسعى للتأثير على سلطة القلم، فما يصدر من تقارير للنقابة هي محل انتقاد وإمكانية إصدار تقارير أكثر عمقا ومراقبة لعمل الصحفيين. الصحفي العراقي أصبح الآن يعني على الهامش، يعني من الممكن أي شخص معين بسبب يعني ركاكة، مو ركاكة الصحافة أفضل، ركاكة وعدم تأمين الصحفي، أي شخص معين يقدر يسبب الصحفي بإحراج بسجن، يسبب له بتهديد، والصحفي يتعرض له يسافر للخارج، لو يترك المهنة، لو يقعد بالبيت. وما أعتقد أن نقابة الصحفيين لها دور كبير. وأصبح الاعتداء على الصحفيين في هذا البلد أمرا مألوفا، إذ يقدر عدد الذين تعرضوا للقتل بنحو 500، وهو رقم مرتفع جدا يتخطى قتلاهم في الحروب العالمية والنزاعات الدموية. وبرغم وجود قوانين لضمان حرية الصحافة وحرية التعبير، غير أنها لم تشفع لكثير من الصحفيين العراقيين الذين تعرضوا للمساءلة القانونية، فحتى الديمقراطية كما يبدو أنها تصيب الحرية في مقتل. علي حبيب، الأيام. من جديد حياكم الله مشاهدينا الأحبة، وأجد أرحب ضيوف الكرام في الجزء الأخير. دكتورة سهام، يعني حتى لا تكون الصورة مظلمة جدا وقاتمة وسوداوية جدا، أيضا نلاحظ أنه في العراق استقبل العديد من الصحفيين، زيارة باب الفاتيكان كان كم هائل من الصحفيين والقنوات الأوروبية والأجنبية وأتت إلى العراق وغطت بشكل طبيعي. في زيارات المليونية للعتبات المقدسة وموسم الزيارة أيضا العديد من الصحفيين وفي غيرها من هذه المناسبات. بالتالي عندما نتحدث عن حرية الإعلام لربما أيضا حتى لا نعطي صورة سوداوية مظلمة جدا إلى العالم، فإذا دعوات هنالك مرحب بها للإعلاميين ويمارسون عملهم بصورة طبيعية، شلون نفسر هاي الجزئية؟ لا، احنا نتحدث عن الأشياء اللي هي غير صالحة للعمل بالإعلام، ولا نشكل على الإعلاميين أو نشكل على المنظومة السياسية اللي استقبلت البابا واللي الصحفية في العراق. أيضا عندنا جانب آخر، إيه بس فيها طقوس غير صحيحة، أقصد طقوس العمل الإعلامي اللي هم اختصاص. أنا بصراحة أنقهر دائما من أشعر أن واحد مو اختصاص ويذهب باتجاه أن ينظر ويبدي يضرب على الميز، هذه ما بيها أسس حتى أني أبني مجتمع، هذه تفلش المجتمع، تفلش حتى المنظومة السياسية. أنا لو كنت بالمنظومة السياسية أجيب كل الصحفيين اللي مختصص أقول له الله وياك عبوسي. تعرف ليش أقول له؟ لأن هذه قتل اللغة أولا، أنت باللغة فاعل. إذا شوف لغة نخل حتى الإعلام الحكومي، أنا درستهم الإعلام الحكومي. الإعلام الحكومي مشوا في أنه هو ضال في تحت إطار تلميع الصورة إن صح التعبير. لا، هو مو تلميع الصورة بقدر ما هو يكتب ما يكون ضمن المؤسسة مالته، ضمن الدائرة أو ضمن يعني المسار اللي هو يشتغل عليه في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية، هذا واجبه، يأخذ عليه فلوس فيشتغل ما موجود فقط، لا يكبر الأشياء ولا يصغرها، فهذا واجبه. هنا أنا ما أشكل عليه، أيضا أشكل على اللي هم غير صحفيين
وغير فاعلين وغير اختصاص. اكو ترى كوارث دا تحصل في الفضائيات مع الاسف. النطيحة كما قلت والمتردية هي تأتي إلى أن تثقف الناس، يعني هو خلي يثقف نفسه خاصة. وأن الاختصاص دكتورة، يعني خلي الأستاذ هادي أنه مو ضروري الاختصاص في كل شيء، يعني اشترط الاختصاص في هذه الحالة. أكو اختبارات كفاءة، أكو اختبارات، أكو اختبارات، بس إحنا اللي المؤسف في الموضوع أنه هنالك ضغوط تمارس على النقابة. يعني هذا ليس رأي النقابة، خلي أكون صريح، هذا رأيي أنا اللي أشوفه، إنه لك ضغوط سياسية تمارس، ضغوط من مجلس النواب، من الحكومة، من المسؤولين، من الفاعلين والمؤثرين في المجتمع، ضغوط من وسائل الإعلام، ضغوط من مصادر القوة والنفوذ. اللي حضرتك تقوله عليه لما يغطي الصحفيين المؤتمرات والندوات وزيارة البابا وغيره، هذا أداء فني تقني، انه اكو زيارة البابا طبعا تروح الفضائيات نشاط، لكن اكو شيء اخر للاعلام اللي هو نتحدث عنه يعني. جيد، لا هذا تستخدم الصحفيين وتذكر لهم كل هاي هذا مو هذا مو هذا استاذ، هذا انت عندك يعني عندك عمل او مؤتمر او ندوة وتريد فضائيات تجي تغطي لك، تستدعيهم ترحب بيهم، اهلا وسهلا بكم غطولي. لكن احنا لما نروح على الدور الاعمق للاعلام، هو الشراكه في بناء الوطن، شراكه في السياسه، في صناعه الراي العام، هو هذا دور الاعلام. مو اكو دورين، اكو دور هذا الوظيف المهني، يعني شلون هسه الطبيب اكو دور الى يعالج المريض اوكي، واكو دور يراعي نفسيا ويراعي اجتماعيا ويوفر له بيئه حتى فتره نقاهه حتى يكون هنالك شفاء حقيقي او شفاء حقيقي. احنا في الاعلام ما تتوفر الفرصه الان لان يكون الاعلام والصحافه فاعلين في إدارة الدولة، في صناعة القرار، في صناعة الرأي العام، في توجيه الرأي العام، في دعم القيم الأخلاقية والتربوية وبناء القيم الأخلاقية وتقويم الأداء. كل هذه المتطلبات من اللي يوفرها أستاذ حميد؟ بالتالي لما مطلوب من الصحفي أنه يراعي كل هاي القيم وينقل رسالة إعلامية صادقة وحيادية ومتوازنة ولا أكثر، بالتالي من المسؤول عن توفير كل هذه المستلزمات للصحفي والإعلام؟ توفير كل هذه المستلزمات يعني هي تقع على جزئين، الجزء الأول يكون على المؤسسة والجزء الثاني على النقابة. يعني اليوم احنا نتأمل بأن تكون نقابة الصحفيين العراقيين ربما تكون العامة أو الخاصة في المحافظة، بأن تكون أكثر قوة وأكثر صلابة وتردع أي قوة تحاول الاعتداء على الصحفي. احنا يعني نتمنى انه ايضا نقابة الصحفيين مفعلة دورها يعني تتقدم على قدر المستطاع، لكن ايضا نتأمل بان تكون نقابة الصحفيين اكثر قوة واشد محاسبة، تقيم دعاوى قضائية على اي قوة كانت الاعتداء على الصحفي. انا ايدك استاذ حميد، ايد استاذ حميد، لكن اكو فكرة اخطر في الموضوع. نعم. لما الدولة تكون غير مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وقوة النفوذ متعددة، لن نقابة ولا غيرها يستطيع أن يوفر ضمانات. ليش؟ لأن النقابة راح تكون الآن طرف وكأنه راح يصير حالها حالك. نعم. النقابة تحاول أن تشتغل بمساحة محددة، أن ما أيضا ما تقدر تعبر خطوط معينة، حتى لو عبرت هذه الخطوط ما يستجاب لها، لا أمر لمن لا يطاع. احنا في مشكلة، احنا في مشكلة. بنية المجتمع الأساسية تعاني من البحترة، بنية الدولة الأساسية تعاني من البحترة، نحتاج إلى دولة مستقرة، نظام سياسي حتى لو كان دكتاتوري. شوف الدول المحيطة بالعراق كلها دكتاتورية، لكن دكتاتورية مقننة، دكتاتورية تشوف أنت تروح لإيران تقول والله نظام دكتاتوري، لكن تشوف إيران بلد منظم جميل، تبليط، بنايات، مستشفيات، خدمات. تروح لتركيا، تروح لإسطنبول، تروح لأبعد نقطة بشرق تركيا، الديار بكر، الأورفا، غيرها، الماردين، وتشوف النظام وتشوف الطبيعة. مع أنه مع أنه مع أنه دول مع كنت مدلهن بس روح شوف مصر، نظام يقول عليه دكتاتوري لكن الصحافة تعرف شلون تشتغل. وال في مصر الصحافة بالسلطة الرابعة طبعا، روح إلها يعني المسمى مالتها السلطة الرابعة. أستاذ هادي، إحنا دا نشتغل الآن على آلية وفق خطط معدة من قبل كتشكيلة الزملاء الصحفيين بمحافظتي أو كانت في محافظة بغداد، من أجل أن يكون هناك حكومة مستقرة، عراق مستقر، خالي من المشاكل، خالي من المعثرات. لكن نعم. ما حد يسمح لك هذا النظام السياسي، ما حد يسمح لك على المواطنين لما أطلقنا لهم استطلاع الرأي. أستاذ هذا تسمح لك، إحنا نحتاج نظام سياسي واضح بالتأكيد. لما سألناكم مشاهدي الأحبة في بداية الحلقة وأخذنا آراءكم، كان السؤال استطلاعي هل تعتقد أن مستقبل الصحافة في العراق بخطر بسبب غياب التشريعات الحامية لعمل الصحفيين؟ كانت إجاباتكم بنسبة 75% قالوا نعم، و 20% قالوا كلا، و 5% تحفظوا على الإجابة. الشكر كثير لحضرتك الدكتورة سهام الشجيري رئيسة قسم الصحافة.
بغداد لهذه الإثراءات المعرفية. شكرا جزيلا مرة أخرى. والأستاذ هادي جل مرعي رئيس مرصد العراق للحريات الصحفية، شكرا جزيلا لحضرتك. الله يحفظك. وشكرا جزيلا الأستاذ حميد البلداوي المراسل الإعلامي، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.